تلميذ مجتهد وموهوب يحب كرة القدم كثيرا ويتمنى أن يكون لاعبا محترفا، لذلك انضم إلى فريق كرة القدم في المدرسة، وتعرف زميله فيصلا الذي يشاركه الاهتمام نفسه والهواية نفسها. أحب أحمد وفيصل أن يعرف الرياضة المفضلة لأصحابهما في الفصل، فمرر هذه الورقة عليهم وكانت هذه النتيجة. أشرح الدرس بقى بسرعة وأفكركم بيه عشان نحل على الأسئلة. أحمد تلميذ مجتهد وموهوب، وقلنا معنى كلمة موهوب يعني مميز، موهوب يعني مميز. يحب كرة القدم كثيرا. يبقى السؤال، ماذا يحب أحمد؟ كرة القدم. يحب كرة القدم كثيرا. برافو، يحب كرة القدم كثيرا. طيب، ويتمنى أن يكون لاعبا محترفا. ما أمنية أحمد؟ السؤال، ما أمنية أحمد؟ أتمنى أن يكون لاعبا محترفا. أحسنتم. لذلك في المايك بقى خلاص، شكرا. لذلك انضم إلى فريق كرة القدم في المدرسة. كان أحمد بيتمنى أن يكون لاعبا محترفا. طب إزاي يا أولاد هيكون لاعب محترف؟ كيف سيكون أحمد لاعبا محترفا؟ إزاي أحمد هيكون لاعبا محترفا؟ طيب، ممكن تقفلوا بقى، اقفلوا بقى المايكات كلكم واسمعوني انا. كيف سيكون احمد لاعبا محترفا؟ بالتدريب المتواصل، بالتدريب المتواصل، ان هو يتدرب كتير فهيصبح ايه؟ لاعبا محترفا. طيب اكمل، كيف سيكون احمد لاعبا محترفا؟ الاجابه بالتدريب المتواصل. ازاي يا اولاد الواحد هيكون محترف في شيء مثلا في مهنه؟ ان هو يتدرب كتير، بالتدريب الكثير هيصبح ايه؟ محترفا. السؤال عندي، كيف سيكون احمد لاعبا محترفا؟ الاجابه بالتدريب المتواصل، بالتدريب المتواصل. لذلك انضم الى فريق كره القدم في المدرسه وتعرف زميله فيصلا. السؤال، من تعرف احمد في فريق المدرسه؟ من تعرف احمد؟ زميله فيصل. احسنتم. تعرف على زميله فيصل الذي يشاركه الاهتمام نفسه والهواية نفسها. يعني الاثنين كانوا بيشتركوا مع بعض في الاهتمام نفسه والهواية نفسها، اللي هي ايه؟ يشتركان بايه؟ في حبهما لكرة القدم، بحبهما لكرة القدم. السؤال، بما يتميز احمد وصديقه، او بما يتميز احمد وفيصل؟ الاثنين بيتميزوا بايه؟ بحبهما لكرة القدم، بحبهما لكرة القدم. اكمل، احب احمد وفيصل أن يعرف الرياضة المفضلة لأصحابهما في الفصل. كرة القدم. أحب أحمد وفيصل أن يعرف الرياضة المفضلة لأصحابهما في الفصل. الاثنين حبوا إن هم يعرفوا أصحابهم إيه هي الرياضة المفضلة عند كل واحد من أصحابهم، فعملوا إيه؟ فمرر هذه الورقة عليهم. وقلت يعني إيه مرر؟ يعني نقل. مرر يعني نقل هذه الورقة عليهم، وكانت هذه النتيجة. ورثوا الورقة، وقلنا ان دي الاسماء بتاعت اصحابهم، وكل واحد هيحب رياضه مختلفه هيحط علامه صح امام الرياضه اللي هو بيفضلها. عندي اربع رياضات، كره القدم وركوب الدراجات، كره السله والجري. السؤال، طيب ما هي اكثر الالعاب تفضيلا؟ كره القدم. كره القدم. كره القدم. اكثر لعبه تفضيلا. كرة القدم. تعالوا كده نعد.
نعد كرة القدم. كرة القدم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. 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 كم عدد المتعلمين في ركوب الدراجات؟ ركوب الدراجات. ثلاثة. 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 برافو. كم عدد المتعلمين في كرة السلة؟ واحد. اوكي. طيب السؤال، اقل الالعاب تفضيلا. اقل الالعاب تفضيلا. ما اقل الالعاب تفضيلا؟ الجري. الجري. طب ايه هي اكثر الالعاب تفضيلا؟ اكثر كرة القدم. كرة القدم. كرة القدم. اقفلوا بقى المايكات. اقفلوا المايكات خلاص. شكرا. واسمعوني. القدم. عندنا يا اولاد عدد اكثر الالعاب تفضيلا اللي هي كرة القدم، اقلها تفضيلا اللي هي رياضة الجري. طيب كم عدد المتعلمين في ركوب الدراجات؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة في ركوب الدراجات. طيب تعالوا بقى نحل الأسئلة سوا، واللي هنادى على اسمه هو اللي هيفتح المايك ويجاوب عليا. سؤال. نعم يا تيتا. يلا حبيبتي، ماذا يحب أحمد؟ كرة القدم. برافو. يحب أحمد كرة القدم كثيرا. برافو. عبد الله. عبد الله أحمد. يلا يا عبد الله. أنا. ثواني يا عبد الله. ثواني. مريم عادل، انت المايك عندك مفتوح. مريم. يلا يا عبد الله يا حبيبي. السؤال باء، ما امنيه احمد؟ ان يكون لاعبا. أيوة. بارعا محترف. في كره القدم محترفا. أحسنت يا عبد الله، برافو عليك. ما أمنية أحمد؟ يتمنى أن يكون لاعبا محترفا. يتمنى أن يكون لاعبا محترفا. لين. يلا يا لين. سؤال لين. يلا جاوبي. كيف سيكون أحمد لاعبا محترفا؟ إزاي هيكون لاعب محترف؟ بالتمرين المتواصل. برافو عليك. بالتدريب المتواصل. بالتدريب المتواصل. برافو. مازن. يلا يا مازن. من تعرف احمد في فريق المدرسة؟ على زميله فيصل. برافو. على زميله فيصلا. حبيبة. يلا يا حبيبة. سؤال هاء، بما يتميز احمد وصديقه؟ لعب كرة القدم. بحبهما لكرة القدم. يتميزان بحبهما لكرة القدم. تعالوا كده نشوف الأسئلة والإجابات. هقرأ الأسئلة والإجابة ومحدش يفتح المايك. سؤال ألف، ماذا يحب أحمد؟ الإجابة، يحب كرة القدم كثيرا. سؤال باء، ما أمنية أحمد؟ أن يصبح لاعبا محترفا. يتمنى أن يكون لاعبا محترفا. سؤال جيم، كيف سيكون أحمد لاعبا محترفا؟ بالتدريب المتواصل. الإجابة، بالتدريب المتواصل. سؤال دام، من تعرف أحمد في فريق المدرسة؟ تعرف على زميله فيصلا. تعرف على زميله فيصلا. السؤال هاء، بما يتميز أحمد وصديقه؟ يتميزان بحبهما لتحقيق أمنياتهما، أو يتميزان بحبهما لكرة القدم. بحبهما لكرة القدم. جيداء. يلا يا جيداء. السؤال اللي بعده، سؤال ألف، كم عدد المتعلمين الذين يفضلون لعبة ركوب الدراجات؟ هجيب لك أهو الورقة. ستة. برافو. أحسن. لا، ركوب الدراجات. ركوب الدراجات. ثلاثة. مين جاوب بقى؟ جولي. ليه فتحتي؟ جيداء. نعم. يلا افتح المايك وجاوب عليا كده. كم عدد المتعلمين الذين يفضلون لعبة ركوب الدراجات؟ ركوب الدراجات اهي، كم عدد المتعلمين فيها؟ ثلاثة.
ثلاثة متعلمين، ثلاثة متعلمين، برافو أحسنت. أقل 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 تفضيلا، الأقل. سباق رياضة إيه الأقل تفضيلا؟ سباق. فين السباق؟ الجري. كرة الجري. الجري الجري أقل الألعاب الأقل تفضيلا هي رياضة الجري. واحد ماشي. يلا يا أنس، أنس يلا. السؤال رقم جيم، أي الألعاب أكثر تفضيلا؟ الأكثر تفضيلا. أنس، أنس محمد، يلا يا أنس. كرة القدم تفضيلا للأولاد. كرة القدم. كرة القدم. جوناثان ليه بتجاوب يا جوناثان؟ اقفل المايك خلاص يا أنس. يبقى يا أولاد الأكثر تفضيلا هي كرة القدم، الأقل تفضيلا هي رياضة الجري. عدد ركوب عدد المتعلمين في ركوب الدراجات ثلاثة متعلمين. ثلاثة. دي إجابة الأسئلة دي. كرة السلة اثنين. أنا اقفل المايك يا حبيبي. خديجة، خديجة يلا يا خديجة اقرأي. يلا يا طلال كمل. أحمد تلميذ مجتهد وموهوب. أيوة. يحب كرة القدم كثيرا. برافو يا طلال، أحسنت، شاطر يا حبيبي. يلا يا خديجة. يلا يا خديجة اقرأي. ويتمنى، اهو بشاور لك عليه اهو، ويتمنى طب يلا يا سارة. يتشاف شوفي حد غير. ماشي يلا يا سارة. اوكي. ويتمنى أن يكون لاعبا محترفا لذلك انضم إلى فريق كرة القدم في المدرسة. شكرا، برافو عليك يا سارة. أسيل يلا يا أسيل. تيتشر. نعم تيتشر لو سمحت أنا عايز أقرأ. أنت جاوبت عليا بتقول هي مرة واحدة بتشاركي في الحصة عشان ندي فرصة لبقية صحابك. يلا يا أسيل. أسيل إياد يا ولاد اقرأوا، كله يقرأ بس هو قافل المايك، أنا ما بقولش حد ما يقرأش، كله يقرأ. وتعرف. أيوة. تعرف فصلاً الذي يشاركهم الإمام. أيوة. نفسه. أيوة. والهواية. أيوة. نفسها. برافو عليك يا أسيل، شطورة. يلا يا هولي. أحبة. أيوة يا أبلة. يلا أحبة أحمد وفيصل أن يعرف الهواية المفضلة. الرياضة المفضلة لأصحابهما في الفصل. كملي كملي يا هولي. فمرر هذه الورقة عليهم وكانت هذه النتيجة. برافو عليك يا هولي، أحسنت، شطورة. جوفاني يلا يا جوفاني من الأول. تيتشر أيوة. أنا ما قلتش وعايزة أقول. ماشي يا ماي بعد زميلك. يلا يا جوفاني.
جوفاني. طب يلا يا زين. أحمد زين. تكسر. أنا ما أنت شو عايزة أقول. خلاص يا مايا اقفلي بس دلوقتي. يلا يا زين. نعم. يلا اقرأي من الأول. أحمد تلميذ مجتهد موهوب. اسمك. يلا يا حبيبي. طب كمل يلا من الأول. ويتمنى. اقرأ. اهو بشاور لك على الكلمة. ويتمنى. ويتمنى. يتمنى. ايوه. ان يكون لاعبا محترفا. لذلك انضم لفريق كرة القدم في المدرسة. برافو يا جوفين. شطور. احسنت. مريم عادل. يلا يا مريم. برافو يا مريم عادل. جوناثان. احمد تلميذ مجتهد. تعرف وتعرف. وتعرف زميله فيصل الذي يشاركه الاهتمام نفسه والهواية نفسها. برافو يا مريم. احسنت. وفيصل. خلاص خلاص يا مريم. شكرا يا حبيبتي. يلا يا جوناثان. عفوا يا تيتا. جوناثان يلا. يلا يا حبيبي اقرا. احب. احب. احمد. 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 و فيصل. ايوه. أن أن يا أن يعرف. يا يعرف. أن يعرف. الرياضة. الرياضة. الهواية. جوناثان انت قرأت الدرس ده؟ ما قرأتش طبعا. طيب شكرا يا جوناثان. اقفل بقى يا حبيبي. خلاص شكرا. يلا يا مايا اقرأ من اول. احبة. مايا. ايوه يا تيتشو. يلا يا حبيبتي اقرأي. احبة. احمد تل. احبة. احمد تل. لا من اول. احبة. احبة. احمد ومفصل وفيصل وفصله انه يعرف الرياضة المفضلة لصاحبها. لصاحبة مها في الفصل. فمرر هذه الورقة عليهم وكانت هذه
النتيجة. النتيجة. برافو. النتيجة توم. برافو عليك. اقفلي بقى شكرا. خلاص يا ولاد قرأنا الدرس، بقى لنا يومين بناخده، خلاص قرأناه وعرفنا ازاي نقرأ وحلينا عليه الأسئلة. بكرة إن شاء الله هناخد درس جديد، هنبدأ في درس جديد بكرة إن شاء الله، وكده خلاص الحصة خلصت. في حد عندك؟ النهارده مفيش واجب، النهارده يا ولاد مش عليكم واجب، النهارده مفيش واجب. لا لا دي اخر حصه خلاص، دي اخر حصه. ما قراتش. ينفع تقولي يا تيتشر؟ باي يا تيتشر. باي. ثواني يا ولاد، ثواني، في حد بيسمع؟